أكلة بسيطة جدا ما ينفعش الفطار المصري غير بيها، كباب الغلابة زي ما بيسموه. في القاهرة بيسموه الطعمية، أما بقى في اسكندرية بيسموها الفلافل. كل ده جميل لحد ما دخل على الخط مؤسسات ودول ساعت إنها تنسب الطعمية ليها في اليونسكو. الله، طب إيه قصة الطعمية وإيه أصلها أساسا؟ بداية نرجع لأصل الكلمة. الأصل القهراوي هو الطعمية، وده تصغير لكلمة في اللغة العربية الفصحى هي الطعام. أما الإسكندرانية فاختاروا اسم الفلافل، وهي مشتقة عن القبطية فلافل بمعنى المصنوع من كثير الفول، وهو الاسم اللي اتشهرت بيه بره مصر. في مصر هنا بتتعمل من مدشوش الفول، وأول ذكر لدش الفول المصري وإضافة الخضروات وتخمير عجينة الطعمية مرسومة على جدران المعابد المصرية من آلاف السنين، خصوصا في وادي الملوك في الأقصر. وبعد عصر القدماء المصريين ورثها عنهم الأقباط كوجبة رئيسية نباتية بديلة عن اللحوم علشان صيامهم الكبير. وفي رواية تانية مصرية برضو لكنها إنجليزية الأصل، بتقول إن الطعمية ما ظهرتش في الأدبيات المصرية إلا بعد وصول الاحتلال الإنجليزي سنة 1882. بيقول لك إيه بقى؟ إن الإنجليز كانوا بياكلوا كروكيت مقلي في الهند في مستعمراتهم هناك، ولما وصلوا مصر طلبوا من الصناع المحليين إنهم يعملوه بالمكونات المصرية، فالمصريين حطوا الفول وعملوا الطعمية، وطبعاً الكلام ده مش صحيح. بس تظل دي الروايه المصريه. في روايه تانية بقى سوريه ولبنانيه، السوريه بتقول انها اكله شاميه بامتياز، وان المكون الاساسي ليها هو الحمص، وانها اكله بقالها 4000 سنه، بس الحقيقه بتقول غير كده. اما القصه اللبنانيه بقى فاغرب من الخيال. لبنان عرفت الفلافل مع دخول عصر الحروب العالميه، وكان اول محل بيبيع الفلافل هناك من تاسيس راجل اسمه مصطفى صهيون سنه 1933، وفضل اول واشهر محل فلافل في بيروت لحد قيام الحرب الاهليه اللبنانيه. والظروف الجديده اجبرت مصطفى صهيون انه يقفل المحل خوفا على حياته، بس المفارقه بقى انه مات في نفس السنه. بس القصه ما انتهتش لحد هنا. بعد ما انتهت الحرب الاهليه اللبنانيه اعيد افتتاح المحل من تاني سنه 1992 على ايد اولاده فؤاد وزهير صهيون. بس مش ده الغريب، الغريب ان المحل اتقسم لمحلين، واحد شعاره تاج ازرق والتاني شعاره تاج اصفر، محلين لازقين في بعض ما بينهم حيطه واحده بنفس الاسم وبيقدموا نفس الاكل، لكن الاثنين بيدعوا انهم اخذوا الوصفه من ابوهم، بس كل واحد في حاله ومقطع اخوه. الفلافل النهارده بعد ما كانت وجبة الفقراء لبساطتها ورخص سعرها بقت من أشهر المقبلات في العالم كله، خصوصا أمريكا الشمالية، وجبة أساسية في الفطار الأمريكي اللي بالمناسبة دخلت أمريكا مع وصول المهاجرين العرب هناك، لكنها ما كانتش طبق رائد خلال الستينات والسبعينات لكونها أكلة ذات هوية عربية. النهاردة الأكلة دي من الأساسيات هناك ومعروفة في البرازيل واليونان ودول أوروبا كلها، وطبق رئيسي على طاولة الأغنياء والنباتيين. فسواء كان اسمها فلافل أو طعمية فهي وجبة أساسية ومكون رئيسي للفطار المصري، ما ينفعش تبدأ يومك من غير طعمية.